لرسول الله صدق رسول الله فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه صدق رسول الله. حفظ الله لنا القرآن في كل مكان وزمان والسنة أيضا تحتاج من يحفظها من النسيان ولهذا جمع العلماء كلمات نبينا العدنان للبشرية خير ضياء يهدي لطريق الإيمان طبعا بعد كلام الله صدق رسول الله. حفظ الله لنا والسنة أيضا تحتاج من يحفظها من النسيان صدق رسول الله. فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه قال رسول الله صدق رسول الله. ماذا تعني كلمة وطن؟ نعم، هذا هو موضوع التعبير الذي كلفت بكتابته اليوم. الوطن الصغير أسرتك، والوطن الكبير بلدك. حسناً، أسرتي وبلدي. ووطنك الأكبر دينك يا عمر. صحيح. ما هو الصحيح؟ أنا لم أقل شيئاً. أقصد صحيح، الوطن هو الأسرة والبلد. حجرتك وطنك، وعمارتك وطنك، وشارعك ومدرستك وطنك. كلما اتسعت حركتك داخل المجتمع اتسع وطنك وزادت أهميتك. الله، معنى جميل. أي معنى؟ أنا لم أقل شيئا آخر. أنا كتبت أشياء أعجبني معناها. هل انتهيت من موضوع التعبير؟ بقيت نقطة أخيرة، أفكر في شيء أصنعه لوطني. تساعدني في أعمال المنزل. ماذا؟ المطلوب شيء أصنعه لوطني وليس لأمي. ولد، أنا وطنك. أستغفر الله العظيم، كل هذا طعام فقد صلاحيته. أمي، ألن تتخلصي من الطعام الفاسد؟ لا، لن آخذ هذا الوزر. المشكلة ليست في إلقائه بل في الإبقاء عليه حتى فسد. أنت السبب، أنت لا تأكل طعامك بأكمله. لأنك تطهين طعاماً كثيراً يا أمي، طعاماً زائداً عن حاجتنا. تقصد أنني أنا المخطئة؟ إذن ألقه أنت في القمامة وخذ أنت الوزر. ماذا أفعل؟ أولاً نتخلص من الطعام الفاسد، وثانياً ندرك الطعام المتبقي حتى لا يفسد. كل ذلك الطعام زاد عن حاجتنا؟ نعم، وجدتها. عمر، ماذا تصنع بهذا الطعام؟ أصنع شيئاً لوطني. عمر؟ ياسمين؟
ما هذا؟ صندوق الطعام النظيف. وماذا به؟ طعام نظيف. لمن يا عمر؟ لكل جائع لا يملك ثمن الطعام، ما عليه إلا أن يفتح الصندوق ويتناول وجبة مجانية دون أن يضطر لطلبها ويضع نفسه في حرج. الله، فكرة جميلة. هل ستضعين طعاما في صندوقي؟ إنه صغير، لن يكفي لطعام آخر. سأصنع صندوقا خاصا بي. اسمعي، هيا نصنع صندوقا كبيرا يتسع لكل الطعام الفائد من سكان العمارة. رائع، هكذا تكون الفائدة أكبر. أتوبيس المدرسة وصل. يا عمر، ماذا تصنع أنت وزملائك؟ نضع ما تبقى من شطائر المدرسة في صندوق الطعام. ما تبقى من شطائر؟ إذن سأعطيك شطيرة واحدة بدلاً من اثنتين. لا يا أمي، بل أعطيني ثلاثة حتى نملأ الصندوق للفقراء. نجحت الفكرة، وكل العمارات وضعت أمامها صندوق طعام مثل صندوقنا. ما شاء الله. وما حدث في شارعنا يحدث الآن في شوارع أخرى، وسيحدث أيضاً في أحياء ومدن أخرى. الكل الآن يتنافس في أشكال وأحجام الصناديق وحجم وأنواع الأطعمة التي توضع فيها للفقراء. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولكن الناس نسيت أنني صاحب الفكرة الأصلي. الله لا ينسى، ستكون في ميزان حسناتك، وستأخذ أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين. وهل بذلك أكون قد صنعت شيئاً لوطني؟ بالطبع، صنعت شيئاً لوطنك الأصغر. ووطني الأكبر؟ دينك والأمة الإسلامية كلها. ماذا تقصد؟ الإسلام يا عمر ألغى الحدود النفسية بين البلدان، وجعل المسلمين كلهم إخوة مهما فرق بينهم المكان. إخوة في الدين؟ وفي الحق وفي الخير، يتعاونون جميعاً على البر والتقوى، وينصر بعضهم بعضاً ضد أي ظلم يقع عليهم. قل لي إذن، ماذا فعلت في مكة بعد أن تقربت من الشيخ محمد الأزرق؟ ومصيبتاه، سرقت نقودي، سرقني اللص في زحمة السوق. أيها الناس، انتشر اللصوص في السوق، انتبهوا إلى أموالكم التي في جيوبكم. احترس أيها الأعمى. عفوا، لم أرك. لأنك تسير للأمام وتنظر إلى الخلف وتؤذي الناس من حولك. أنت أيضاً كان يجب أن تحترس. تقصد أنني أنا المخطئ؟ على أي حال، لقد اعتذرت إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعطني يا عم قليلاً من الخبز والجبن. درهمان. ما هذا؟ أين ذهبت نقودي؟ ابحث عنها جيداً. كانت هنا، وضعتها في جيبي قبل أن أنزل من البيت. هل سرقت؟ السيدة المسكينة نبهتني، قالت إن اللص سرق نقودها واللصوص منتشرون في السوق. هكذا وقعت في الفخ. أي فخ؟ بالطبع، وضعت يدك على جيبك فور سماعك لكلامها، فرآك اللص وعرف أين تخفي نقودك. يبدو أن هذا قد حدث فعلا. هذه السيدة شريكة لللص، قالت لك ذلك حتى توقع الطيبين من أمثالك. يا الله، لله ما أعطى ولله ما أخذ. تفضل الطعام. لا، فليس معي ثمنه. لن أتركك جوعان. أعطني ثمنه في وقت لاحق بعد أن تعود إلى بيتك. والله يا عم، ليس معي أي مال في بيتي، لقد سرق اللص كل نقودي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بخير يا أمي، ولا ينقصني إلا رؤيتك أنت وأحمد أخي.
أنت أيضاً أوحشتنا كثيراً يا محمد. أتقدم كثيراً في دروس العلم وعندي ما يكفيني من المال، لا ترسل لي أي أموال أخرى. لماذا يقول ذلك؟ لأن لديه مالاً يكفيه. من أين؟ إنه لا يعمل في مكة. قد بارك الله في المال القليل الذي أعطيناه إياه. أشعر يا أحمد أن أخاك يخفي عنا شيئاً. أي شيء؟ ليتني أعرف، كنت قد انتويت أن أحج العام القادم حتى أراه في مكة. ولكننا لم نجن من زرع أرضنا إلا المال اليسير، ولذلك لن تستطيع أن تحجي. هذا ما عرفه أخوك محمد، فأراد أن يخفف عنا النفقات وادعى أن لديه ما يكفيه من المال. تتغيب عن مجلس العلم أسبوعاً كاملاً؟ والله يا شيخنا مررت بظروف صعبة. أنت الذي صعبتها على نفسك، لست أول من سرق اللصوص ماله. وكيف عرفت؟ من جارك الذي تسكن معه. سأضطر للعمل حتى أوفر مصاريف إقامتي ومعاشي. أتضيع الوقت في العمل وتنشغل عن دروس العلم؟ ليس لدي حل آخر. إذن تعمل معي أنا وسأوفر لك كل نفقاتك. وماذا أعمل معك يا شيخنا؟ قلت لك إنك أنجب تلاميذي، ستجلس بجواري في مجلس العلم وتكتب كل ما تسمعه مني، حتى الأسئلة التي يسألها التلاميذ وردود الفقهية عليها. ثم ماذا بعد؟ تساعدني في جمعها في كتيبات صغيرة نقوم بإعطائها لهم في نهاية كل شهر. ولكني لم أتعود أن آخذ مالاً مقابل أي جهد علمي. لقد قلتها بنفسك يا محمد، أنت في ظروف صعبة. ما شاء الله يا محمد، صرت الذراع اليمنى للشيخ الأزرقي في كل مجالس علمه وأبحاثه العلمية. هذا من فضل الله يا سيدي، والله لقد أفادني الشيخ أكثر مما أفدته. لقد ساعدته في تأليف أكثر من 20 كتيباً، وانتفع بها طلاب العلم في مكة وخارجها. وانتفعت أنا بها، وستساعدني إن شاء الله في تأليف كتابي الذي سأجمع فيه الأحاديث النبوية الصحيحة. أما زلت تفكر في هذا الكتاب؟ والله ما نسيته طرفة عين، ولهذا جئتك اليوم. ماذا تقصد؟ أشعر أن مهمتي في مكة قد انتهت. تريد أن تعود إلى بخارى؟ لا، سأرحل إن شاء الله إلى المدينة المنورة. حتى تلتقي بعلماء الحديث هناك وأتعلم منهم كما تعلمت على أيديكم هنا في مكة. سنفتقدك كثيرا يا بخاري، لقد تركت أثرا طيبا عند معظم أهل مكة. ستظل مكة وأهلها في قلبي دائما، وأدعو الله أن أعود إليكم قريبا. قال رسول الله، صدق رسول الله، فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه. حفظ الله لنا القرآن في كل مكان وزمان، والسنة أيضا تحتاج من يحفظها من النسيان. ولهذا جمع كلمات نبينا العتيق.
البشرية خير ضياء، يهدي لطريق الإيمان. طبعا بعد كلام الله صدق رسول الله فيما فسر، فيما فصل، فيما بلغ عن مولاه.